اسمع يا ظالم يلي اكلت ورث اخواتك، هديك مثل حصل لبعض الظلمة في الدنيا اما في الاخرة لا يعلمه الا الله. والله الذي لا اله غيره، هذه القصة حقيقية وحدثت امام عيني، ومش عايز اقول لك ان انا كنت عنصر فيها، ولكن خلينا نبدأ قصة الورث وأكل مال اليتيم بيوصلك لإيه في الدنيا، وربنا بينتقم وبيخلص منك في الدنيا عشان تبقى عبرة لغيرك. قصة عبرة لمن لن يعتبر. هذه القصة حقيقية حدثت بالفعل. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا أنا اسمي سعيد مبارك، مقدم البرنامج، وقناة اسمها اللهم تقبل، قناة دينية بتحكي قصص حقيقية حدثت بالفعل وبتعمل على نشر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت لو حضرتك بتشوفني لأول مرة ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك عشان القناة تكبر. بتبدأ القصة برجل تزوج امرأة وأنجب منها ولدين، وزوجته توفت. الطبيعي إن هو الراجل هيتجوز تاني، وبالتالي اتجوز فعلا واحدة تانية، أصبح عنده ولدين من الزوجة الأولى اللي توفاها الله. ولما اتجوز الزوجة التانية أنجب منها ولدان وثلاثة بنات. مرات الأب مرات أب، مع احترامي لكل مراتات الأب. الست اللي هي زوجة الرجل، اصحى بقى وركز معايا، وصلت الراجل ده لايه؟ ووصلت اولادها لايه؟ لما الراجل الكبير اتجوز الست دي وخلف منها ثلاث ولاد بنات وولدين، وخلف من الست الاولى ولدين اللي هم يعتبروا ايتام، فالولدين دولت عاشوا مع مرات الاب. كانت بتذلهم ذل ما بعد ذل، وكانت ولعها وحياتها وعمرها ودنيتها لأولادها اللي من بطنها، أما الأولاد التانيين دولك بالنسبة لي ولا حاجة. كانت بتخلي أبوهم يعملهم أسوأ معاملة، ما كانش بتخليهم يتعلموا، ما كانتش بتأكلهم، ما كانتش بتشربهم، وكانت بتدي لعيالها التانيين كل ما يتمنوه. ومش كده وبس، يا ريت كده وبس، ده احنا جايين للتقيل للورث والنظام. وايه اللي حصل؟ لما قعدت مع الاولاد اللي هي اولاد زوجته، لا تعليم ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، ولكن عيالها احلى تعليم. قال مصير الولدين الاثنين اللي هم من الزوجه الاولى اللي توفاها الله، لا تعلمهم ولا عرفوا يعني تعليم، وطلعوا جهله لا شغله ولا مشغله، كانوا بيشتغلوا شيالين على قفاهم، رغم ان ابوهم مبسوط ماديا، واولادها التانيين تعليم عالي ومستوى رفيع. ما هي مرات اب، مع احترامي لكل مراتات الاب. علمت اولادها واولاد جوزها، دمرتهم نفسيا وماديا ومعنويا، والعيب مش عليها، العيب على ابوهم اللي سمح لزوجته تعامل اولاده الايتام كده. ما اكتفتش بكده، الست عملت عمايل سواد السواد، قالت لجوزها لابد ان انت تكتب كل املاكك لاولادي، انا اللي موجوده معاك،
وانا حياتك وانا عمرك. لو انت غضبت على اولادي هيكون الموضوع معانا انا وانت انتهى. فلازم تكتب املاكك كلها لاولادي. فبيقول لها والولادين التانيين، قالت له انا ما اعرفش الولادين التانيين ولا ليا دعوه بيهم، انا كل املاكك تتكتب لاولادي. وبالفعل كتب كل ما يملك لاولادها، وحرم الولدين الايتام. ولادين الايتام كبروا واتجوزوا وبنوا بيت وربنا اكرمهم، بس ناس كان على قدهم. ففاجأ واحد من اولاده ان ابوه حرمه من كل حاجه، ما كتبش ليه اي حاجه، والتاني عرف برضه ان ابوه حرمه من كل حاجه ما كتبشلوش اي حاجه، وكتب كل حاجه لاولاد الست او اولاد الهانم. تمام. وبعد ما كتب لاولاد الهانم، الراجل الغلبان ابن الست المتوفيه داخل لاولاده بيقول لهم هو انا عملت ايه في ابويا عشان ابويا يحرمني؟ انا ما عملتش معاه حاجه. وبالتالي الراجل مات بقهرته بالسبب اللي ابوه عمله. أصبح كل الأملاك موجودة باسم ولاد الهانم. توفى الرجل وتوفت الست، أصبح الأملاك كلها باسم الولدين ولاد الهانم. حتى البنات ولاد الهانم ما كتب لهمش، ده كانت وصية الست الهانم، تكتب ورثك وأملاكك كله للولدين. كتب لهم كل ما هو يملكه، ولكن المفاجأة صادمة. ماذا حدث لهذين الرجلين؟ مصيبة وكارثة حدثت للرجلين. أول حاجة، واحد منهم جاله ورم في المخ وبقى يقول خدوا كل حياتي بس ادوله صحتي ولو يوم واحد، سامحوني محدش يرضى يسامحه. راح قدام القاضي قال له يا سيادة القاضي، ولاد اخويا فلان الفلاني ليهم في الورث، ولكن بعد فوات الاوان. كان التاني اخوه التاني لسه ما عندوش اي مشكلة ولا عنده اي مرض، راح للقاضي وجاب محامي والمحامي شكك فيه وقال له يا فندم ده راجل بيهيس، ده راجل مريض، ده راجل مش عارف بيقول ايه. ومات الراجل. جه اخوه التاني قاعد جبروت، طب نخلص ولاد اخوك التانيين دول؟ لا انا ماليش اخوات، انا ابويا كتب لي كل حاجه، انا وانا وانا. وهو بيموت شاف ايام ما بعدها ايام في مرض وقرف، وشاف ذل ما بعده ذل، والتاني مات بحسرته. شوف انت كأب وصلت اولادك لفين لما سمعت كلام الهانم. خلي الهانم تبقى تنفعك. السلام عليكم.